نسرين طافش وعابد فهد ورابع زيات يشاركون في الإضراب الشامل تضامنا مع فلسطين، هذا ما قالوه. فأنا فعلا مامتي جزائرية وهرانية أمها مغربية وبباي فلسطيني من أصول سعودية. عبر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في لبنان وسوريا والعالم العربي عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يحصل من ممارسات لا إنسانية من قبل العدو الإسرائيلي، وتماشيا مع الدعوة إلى المقاطعة والإضراب العالمي الشامل الذي قرر اليوم الاثنين في 11 من كانون الأول للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع في فلسطين. نشرت الممثلة السورية من أصل فلسطيني نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة عبرت من خلالها عن تضامنها الكامل مع فلسطين، وأرفقتها بأغنية للفنانة اللبنانية جوليا بطرس. بدوره الممثل السوري عابد فهد نشر على حسابه عبر منصة إكس صورة تظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني وداعيا إلى التضامن الكامل. هيدي الحملة أطلقت افتراضيا، يعني قام عدد كبير من النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا عم نحكي عن مختلف التطبيقات، عنا منصة إكس، عنا إنستغرام، فيسبوك، حكيوا عن هيدا الموضوع وبلشوا نشر والدعوات لإضراب شامل وعالمي بطال، أو كل هيدي الدعوة كانت لمختلف دول. من جهتها الإعلامية اللبنانية رابعة زيات نشرت على حسابها عبر منصة إكس تغريدة قالت فيها: لبنان يلتزم بالإضراب العام والشامل، سنشارك، سنتوقف عن النشر على بعض منصات التواصل، لكن هل سنتابع على الشاشات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟ وتابعت: أليس من الأجدى أن ننزل إلى الشوارع؟ أن نجتمع بصوت واحد لأجل فلسطين؟ هل شوارع لندن وباريس معنية بفلسطين أكثر من شوارع بيروت؟ غزة اليوم وغزة مبارح وغزة من سنين وسنين، وجع من وجع فلسطين، تتوضى بدموع الأمهات وبتصلي عن عوش الشهداء. وجع غزة هو وجعنا، ودموع غزة هي دموعنا، مش بس نحن العرب، هي دموع ووجع كل إنسان باقي جواته شوية إنساني. وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدة رابعة زيات، إذ علقت إحداهن بالقول: مع احترام الكامل ست رابعة، لبنان شارك فلسطين بالدم، الأمر الذي لم تفعله ولا أي دولة في العالم، لسنا بحاجة إلى تظاهرات، فأبطالنا نصروا الحق بالدم. هذا وعلق متابع آخر قائلا: هي الفكرة حلوة بس مقارنة مع لندن وباريس مش بمحلة، هن بينزلوا قصة رأي عام وضغط على الحكومات اللي داعم العدوان على القطاع، نحن بننزل بس ما منأثر، التأثير هو ننزل على السفارات والسفارات بعدهم صواريخ تشيلهم من محلهم لا يتأثروا. الطفل بصير هو المستهدف، ببطل في فرق بين شرق وغرب، مسلم ومسيحي، علماني ومتدين، وقت غزة بتقدم على مذبح القضية الفلسطينية أكثر من 1000 طفل شهيد خلال أسبوع واحد، ببطل في حكي عن أسباب ونتائج، بصير المشهد لوحده، هو وحده القضية. وأضاف متابع آخر: أنا معك أكيد، في الأردن يشهد الله أننا لم نتوقف، بحيث أصبحت بعض المناطق لا تدخل إلا بتصريح، لكن أنت تخيلي، رح نكمل وما رح نوقف.